والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، حتى تكون الزوجة والأبناء قرة أعين، عليك أيها الزوج بالتقوى الله، فإنه لا حياة ولا استقرار ولا سعادة بل ولا إمامة في الدين حتى تقر العين بصلاحهم. وفرق بين أن تقر عينك وبين أن تقور عينك، فاتق الله حتى يصلح لك الله أهلك وزوجك. ربنا أصلحنا وأصلح بنا.